by this result. It's extremely dangerous. ندوزو لدابا للسؤال 7. فالسؤال 7 هو هذا: عندنا اف دو اكس تساوي هي اكس بلس 3 زائد 5 اكس مضروبه في الكوز دائري. عطاونا ايه هو ار، مجموعه ار هي من موان انفيني بلس الانفيني. فاول حاجه شوف التعبير، التعبير عباره على اش؟ عباره على جداء دالتين. فالداله الاولى عباره على اش؟ عباره على حدوديه. ماله هذه راه متصله ضمن ار، هي راه ار ماشي غير ضمن ار، متفقين؟ وراه فعلا ار راه ضمن ار، يعني ضمن نفسيه، وهاد القضيه صحيحه. يعني هادشي المره التحليل الاولاني غير بالعين المجرده. الداله تاع الكوس تا هي معروفه، ماله تا هي متصله على ار، لان داله القوسين متصلين على ار، وبالتالي راه بين الجداء تاعها ما يكون متصل على ار. دابا اش بقى ليا؟ بقى ليا غير نمشي نبربر عليهم. لدينا اش من داله؟ الداله هذه اكس اس 3 زائد 5 اكس عباره على اش؟ عباره على حدوديه، وقلنا بان الحدوديه دائما متصله على ار. لدينا هذه ماله متصله على ار، لانها اش؟ حدوديه، متفقين؟ ولدينا مش الداله الثانيه اللي هي داله الكوس، داله الكوس الكوز دو اكس ماله؟ تا هي متصلة على ار، متصلة، قلنا الكوز والسينيس بوحدهم هادو متصلين على ار. طونجونك معروف على مجال التعريفة، ولكن طونجونك راه متكونش، لأن بزاف تاع التلاميذ تلقى صعوبة في كيفاش يحدد المجال تاع طونجونك، يعني خصهم يكون ضابط مزيان الدائرة المثلثية، ماشي غير ضابطة تلقاه تيطير فيها. هادشي علاش الأساتذة متركزوش عليها، ولكن هي مهمة بالنسبة شعبة العلوم الرياضية. فشعبة العلوم الرياضية فضروري خصهم يكونوا عارفين الدائرة المثلثية وش الآخرين طبيعة الحل، لأن الدائرة المثلثية تعرفوها في السينكيام، السينكيام سيزيام باك، يعني الدائرة المثلثية خص أي واحد تكون عنده متصلة. وبحكم أن أساتذة عارفين بأن كاينة صعوبة بأن بنادم متعرفش الدائرة المثلثية، هادشي علاش يتفاداو الطونجونك، لأنه معرف على المجال معين على حسب الدالة كيدير، متفقين؟ هادشي علاش بلا ما تعمرو على البيريوسكوم بين قوسين. ولدينا الدالة تاع كوس دو إكس مالها متصلة على إيغ، متفقين؟ وبالتالي هادي متصل على إيغ، والطرف الثاني متصل على إيغ، يعني الجداء تاعهم متصل على إيغ. إذا إف متصلة على إيش؟ على إيغ كإيش؟ كجداء، لأنه عندك الضرب، كجداء دالتين متصلتين، متفقين؟ هذا ما كان بالنسبة لهذا الفيديو، باش يكون الفيديو خفيف وظريف. ودائما نقول لكم يعني قولوا لي التوقيت اللي تبغوا تكون في الفيديو. كاين اللي تيقول لك لا ديروا لنا طويل ما كاينش مشكل، كاين اللي تيقول لك ديروا لنا قليل. فهادشي علاش نقول لكم طبقوا التعليق تاعكم باش نفيكسيت انا هاد الامر، واش الفيديو يكون مثلا طويل شويه غير شويه او لا يكون قصير. فهاد القضيه تترجع لكم انتوما اللي تتحكموا في التوقيت، يعني التوقيت قولوا لي التوقيت وانا نخدم على اساس التوقيت اللي تبغي الاكثريه تاع المتتبعين ديالنا. كان معكم اخوكم سفيان، نهايه الفيديو، الى اللقاء.